تنسى شعبية تعيين ديمقراطي ثقافة وطنية. لا تنسى شعبية تعيين ديمقراطي ثقافة. الإجراءات المطالب بها هي أولا القانون الأساسي، ثانيا مراجعة أجرة الأساتذة والزيادة فيها بما يتناسب والوضع الاقتصادي السيء وعجز الأساتذة والمشتغلون في الحقل التربوي بشكل عام عن الاستجابة إلى أبسط المطالب المعيشية والتي تلكأت الحكومات المتعاقبة منذ الثورة في تنفيذها وتفعيلها. واليوم ونحن نواجه الإرهاب يصبح مطلب إصلاح منظومتنا التربوية مطلب أكثر إلحاح، لأننا نعتقد أنه ونحن نقف من أجل إصلاح منظومتنا التربوية فإنما نحن نقاوم الإرهاب في عمقه الاستراتيجي. مقاومة الإرهاب تبدأ بالتأسيس لمدرسة عمومية ديمقراطية تقدمية نيرة تقضي على منابع الإرهاب وتحمي أبنائنا وتحمي أجيالنا من الانخراط في هذه الأرض. ليس هناك مفاوضات يعني مقترحات جدية من وزارة التربية، هناك كما قلنا سميناه حسم النوايا، وحسم النوايا يعني لم يعد بالشيء المقبول من المدرسين. حسم النوايا قدمناه منذ 2011 عندما أنقذنا سنوات دراسية، أنقذنا بكالوريا وأنقذنا مستقبل أبنائنا، وعلى مدى 4 سنوات المدرسين مقعدين يسعوا كان في حسم النوايا. انتهى عهد حسم النوايا، نريد من الحكومة أن تغير سياساتها وأن تضع على أولوية اهتماماتها ملف التعليم كملف استراتيجي، وإن كانت جادة في مقاومة الإرهاب فعليها أن تصلح التعليم. بالنسبة للمستقبل الحراك الأستاذي سنكون إزاء خطوات أخرى من التصعيد إذا لم تستجب الوزارة لتحقيق هذه المطالب. مطروح أمامنا مجموعة من الخيارات من ضمنها مقاطعة الامتحانات، من ضمنها الإضراب المفتوح، كلها تظل خيارات ممكنة خاصة إذا لم تستجب الوزارة وإذا واصلت في تلكؤها وتجاهلها لهذه المطالب المشروعة. التصعيد هو الحل، المربي لا يهتم.